افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال والتي تتزامن مع ذكرى مرور 40 سنة على وفاة الزعيم علال الفاسي، مثلت مناسبة للأمين العام للحزب حميد شباط لتحديد المهام الاستعجالية التي تعين الاشتغال عليها والمتمثلة بالخصوص في عادة هيكلة الحزب. بالنسبة للمبادئ والتوابيس، حزب الاستقلال دائما يحافظ عليها، ولكن الاستقلال نحو تجه نحو الحداثة، نحو بناء مستقبل البلاد. أعضاء المجلس الوطني والمجلس الوطني كمؤسسة اللي هي برلمان الحزب، مطلوب منها أنه اليوم تطالع بالدور ديال المراقبة ديال الحزب من داخله وتعرف الوضع الحقيقي وتعطي الملاحظات وتجسد المؤاخذات وتجيب الاقتراحات. كما دفع الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط عن قرار الانسحاب من الحكومة وعن أبعاده الإيجابية والتي ستظهر جليا فيما بعد، منتقدا أداء الحكومة في نسختها الثانية والتي تعاني حسب رأيه من غياب الانسجام بين مكوناته.